طبعا انا نفسي في اليوم كنت بصور في ال4 شهور ده هعمل فيديو بعد ده بيتكلم اللي انا وقفته وكده. تمام، يا ريت يبقى الفيديو عجبكم ومشاهدة ممتعة. ليتس جو. اوكي نضويد وديد مع محمد شاي. النهارده يا جماعه هنعمل سلسله جامده قوي 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 للصبح اوميجل. لو عجبتنا الفكره دي، لو عجبتكم حطوا لايك وكومنتات بقى تحت عشان نعمل الجزء التاني. اوكي طب يا اسطى، اوميجل بلس 18 هقول لك يا جاهل. لو انت بتقرا كويس هتلاقي مكتوب بلس 18 او بلس 16، انا 14. تمام. وغير كده حاجه تانية، انا كاتب ايجيبت، فايجيبت مش هيبقى فيها الحاجات دي. تمام، فنفتح فيس كام ونشوف بقى ايه الدنيا كده. تمام، فبتنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكومنت وشير وحبس القناه بتاعكم يا رجاله. ويلا ليتس جو، بس اتفرجوا واستمتعوا وهاتولكوا وشاركوا وحاجاتكوا. ايه يا اسطى؟ ده اسطى على رمان قال بتعمل ايه؟ يا عم بعمل فيديو على يوتيوب من الشانل بتاعتك ايه يا محمد شادي عشان تصدق. بص بعمل ريكورد اهو، بعمل ريكورد. عندك كام سبسكرايب؟ انا عندي قناة يوتيوب بس بقالي فترة ما نزلش عليها. عندك كام سبسكرايب يا باشا؟ عندي 2200 حاجة و60. لا انت اعلى مني بكتير يا عم. عندك ايه؟ اجي سلكان 140 بس بادئ والله. اهم حاجه بس تكمل في الموضوع، يعني بعد فتره بعد سنه سنتين هتلاقي نفسك عليت. يعني ده اكيد، يعني اي حد يعني كده بيعلى. يعني ده بادئ بقالك قد ايه؟ حوالي سنة شغل مجد، بس انا بقالي 3 سنين بس استعباط فاهمني، بس شغل مجد وكده يعني سنة. بقالك سنة؟ طب عايش اوي. انت عندك، كان شكلك عندك 11 سنة ولا حاجة. لا اعلى بجد، اعلى 13؟ لا اعلى برضه 14. عندك ايه اصلا 20 سنة يعني ولا ايه؟ 14 يا باشا، بقالي سنة بس عشان الدراسة وكده، فانا اصلا موقف بقالي 4 شهور. يعني الفيديو اللي انا بصوره ده الفيديو اللي بعد ال4 شهور. طب انت بتسجل ازاي من على اوميجا؟ لازم مايك وحوارات. 1 2 بعمل تسجيل للشاشة من برنامج اوبز، وانا بصور نفسي لما بيحصل يعني مثلا، يعني لما بلاقي حد يعني غيرك بعديك يعني ببص للكاميرا اللي بصور بيها اللي هنا فاهم بس. وبعمل هنا تسجيل شاشة من برنامج اوبز لو تعرفه يعني. ايوه بس استنى الفيديو. ايه استنى الفيديو هينزل بكرة بكتير يا عم. احنا مسا عليك. اسمك ايه بقى يا اسطى؟ انا اسمي محمد. وانا محمد. ماشي، انت اسمك ايه؟ محمد. عشت الاسامي يا عم نفس بعض. بقول لك ايه، ايه هو انا وحش يا اسطى؟ لا والله يعني لا، شكلك مش وحش. مين قال كده؟ شعري حلو يا اسطى ولا لا يا اسطى؟ انا لا حلو. لا حلو، لا امجد انا شعري كنت عامله كده بس انا قصيته، انا لسه قصته من كام يوم. انا يا اسطى واحده من ضمن صحباتي يعني بتقول لي شعرك وحش، ينفع؟ بس انا في واحده لسه داخل فريم تقول لي انت شكلك وحش ومش حلو، ينفع كده؟ نفس الرد برضه. خلصان يا عم، بس حاجه. لا بص، ده اسم القناة لو عايز تخش تتفرج على الفيديو. قشطة خلصان يا عم، انا خدت سكرين اهو. قشطة، يلا سلام. سلام. اول واحد عدل رجولة. انا صغير انت هلا صغير. الله يخليك يا عم. انا فورتنايت بلاير. انت بتلعب ايه؟ فورتنايت يا اسطى. كداب اوي. ايه اسمك ايه في اللعبة؟ اسمي محمد كينج. انت بتسمع عند رعد جوستو؟ لا. بتسمع عن رعد بطوط؟ ايه؟ طب بتسمع عن رعد شيبو؟ لا هسمعهم وهعرفهم منين. انت يوتيوبر؟ بس تسمع عن توسكي صح؟ انت يوتيوبر؟ بتسمع عن توسكي؟ لا. ايه؟ كداب اوي يا اسطى. يا اسطى والله بص، دول لو شكرا على التهزيق ده. ايه يا اسطى؟ ده هتلاقيه يا اما تالتة اعدادي يا اما. الو. ايه يا اسطى؟ اول حاجه بس استني، ده يا جدعان يا اما تالتة اعدادي يا اما تالتة ثانوي، ده حاجه من 2. ولا ده ولا ده تاني جامعه مش انت، ده كان اللي قبليك.
تانية جامعة بجد؟ اه والله. كويس. انت اسمك ايه بقى يا رجولة؟ مهند يا رجل. ماشي يا رجولة. ستريم ولا ايه ده؟ ايه؟ فاتح ستريم؟ لا، تصوير ريكورد فيديو على اليوتيوب. عندك تشانل يعني؟ طب ابعتهولي ابعتهولي. ده اسم القناة يا معلم. انا لسه صغنطوط، بس الفيديو هينزل بكره بالكتير، عشان انا بصور دلوقتي وممكن اعمله مونتاج على الفجر وينزل الصبح ابلود. ينزل الصبح على 7 8 الصبح يعني، فانت تبقى صح. ده اسم القناة، خدها بقى. هتلاقيني، بص، هتلاقي الايه صورة القناة اللي هي سيركل دي، هتلاقي ناحية زرقاء وناحية حمراء، هذه القناة هتنزل بكره بالكتير. قشطة. قول لهم بقى يعملوا سبسكرايب. قول له، قول بقى اعملوا سبسكرايب يا جماعة. ها رجولة، يلا، عايز حاجة؟ يلا سلام. موز، اقسم بالله هي دي الناس المحترمة. الو، بحبك. مالو، ايوه، عندك كام سنة يا اسطى؟ 20 يعني اولى جامعة صح؟ ثانية. ازاي؟ انا اختي 20 سنة واولى جامعة. سنة متأخر بس. أنا أصلا مواليد كام؟ مواليد 20، 2000. 2000؟ اه اه ما انا هقول لك، انا لسه 28، بقالي 3 شهور بس. اه انا 2001. قشطة يا اسطى. ممكن طلب؟ ممكن تقول للمشاهدين يعملوا سبسكرايب؟ هتعملوا له سبسكرايب يا جدعان؟ ما تعملوا ما تكلموا الراجل، ما تعملوا سبسكرايب. سبورت الراجل يا انا جدعان. شقيان، انا شقيان يا جدع. ربنا معاك يا عم. كام الفيديو دلوقتي؟ ايه؟ انت كام دلوقتي؟ 140 والله. انا عايز كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس ويعمل لايك يا وكومنت اسطى، على الفيديو انت وعلى الشيء اخويا، الاسود. انت اخويا اللي امي ما جابتوش. ده اسم يا رجولة، ده اسم القناة. لو عايز تخش الفيديو هينزل بكرة عامة. تمام يعني. ده اسم القناة لو عايز تخش تتفرج. ماشي قشطة. يعني احلى احلى سبسكرايب. ماشي يا رجولة، شكرا يا جدعان. هي دي سلام. الناس المحترمة. الو يا اسطى، احلى فانيلا عليك. سبورتنج مين؟ يا اسطى انا تالتة اعدادي يا اسطى. ايه ده زميلي؟ انا تالتة اعدادي. انا لا، انا داخل تالتة اعدادي يعني، انا خلاص خلصت امتحاناتي ولسه مخلص. انت خلصت؟ لا انا لسه باخد فيها. لا انت ربنا معاك بقى. انت بص، انت لو اي انت تضرب وتتنرفز براحتك. ده انت عليك ميمز، انت تالتة اعدادي عليها ميمز بالهبل على تيك توك. انت ربنا معاك. حبيبي يا اسطى، ممكن طب ممكن تقول للناس يعملوا شير للفيديو؟ تمام، اعملوا شير للفيديو يا جدعان. ما تعملوا شير يا جدعان للفيديو يا جدعان. ايه ده، انت يوتيوبر؟ القناة اسمها ايه؟ محمد شادي. استنى، هو اليوزر نيم بالظبط، عشان ايه لو ممكن تكتبه غلط. تك اه تمام. تمام، ادي سبسكرايب. ادي سبسكرايب، الفيديو هينزل بكره بالكتير. قشطه. تمام ماشي. تعالى موز. ايه ده، وحشني يا شباب. بقول لك ايه، استنى يا، بقول لك انت شبه الواد مهدي اللي ساكن عندنا في الدور الثاني. احبسه في الدور الاول. يا خرابي. اوه ده يا جدعان. الو، انت تاني يا اسطى؟ ايوه يا باشا. ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا اسطى. انت اول، انت اسمك ايه يا اسطى؟ محمد يا باشا. عندك كام سنه يا اسطى؟ 20 يا اسطى. ايه ده بجد؟ واو. لا بص يا اسطى، انت هتعامل نفس، انا لسه بريكورد عامه. بريكورد؟ سوري يا جماعه، لسه بعمل ريكورد. يا اسطى عامل ايه؟ ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه يا شادي؟ شادي، انت عارف اسمي منين يا اسطى؟ ايه ده يا عم، ده انا عارفك من زمان. منين يا اسطى؟ ده انا سبسكرايبر عندك من ايام ما كنت. اخويا يا اخويا اللي في ما جبتوش. يا نهار ابيض، ده انا متابعك من ايام ما كنت لسه بادئ الشنطه. اخويا والله يا رجولة اخويا. حبيبي. مش احنا يا جدعان، احنا يا جدعان مش من فايك خالص يعني، احنا مش من فايك. لا يلا. تمام، انا عارف الراجل ده من زمان. الراجل ده عامله وصف. ماشي سلام. الو سعيد. حبيبي. الو يا اسطى، انت عندك كام سنة؟ انا 14 يا اسطى. انت ستريمر؟ اه. طب انا يوتيوبر. ياه، تعلي عليا؟
والله ما علي، انا بجد بعمل دلوقتي ريكورد يعني. هي الكاميرا بتعمل ريكورد؟ اه. طب زب ايه؟ بته وات ذا فاك ليه يا اسطى؟ انت تاني يا اسطى. ليه يا اسطى؟ انت تاني يا اسطى. ليه بقى؟ هو ما كان عاوز كده. انت منين طيب؟ انا من القاهرة. ليه يا اسطى؟ بيتي هناك مش بايدي. انت خنزير، على طلع خنزير. طبعا انا يعني كلامي معاه بادئ بقاله شويه، بس علشان يعني بصراحه ما ينفعش يتحط اصلا في الفيديو اللي اتقال، فانا اديكم من النص يعني. احط الكلام ده ازاي في الفيديو؟ يلا. ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. حضرتك ايه بتعمل ايه في رمضان كده؟ كل سنه وانت طيب. بقعد اعمل فيديوهات على اليوتيوب و وبقعد اشتغل على الاستوديو اللي انا كده، وبفطر وبهرب بس وبنام. بسم الله ما شاء الله عليك، زين الشباب اليوتيوب. بقرا وبقرا بقرا. بقرا مثقف. مثقف يا نعم يا اخي في الاسلام. ما هو اسمك يا اخي في الاسلام؟ طور من نفسك بقى، طور من نفسك. ما اسمك يا اخي في الاسلام؟ اخوك في الاسلام عمورة. عمر. عمور. عارف اللي هو انا اسمي زياد بتاخ عارفه ده؟ لا عمر. عمر عاوز حاجة؟ ايه؟ هات لينك الشانل بتاعك. لا انا مش عارف اديك اللينك عشان مش هيكتب لك، بس انا ممكن اديك اسم القناه. خد يا باشا. بص الصوره، صوره القناه ناحيه زرقاء وناحيه حمراء، تحسها يعني. تمام. يا اما لا خلاص بقى، خلاص بقى. يلا سلاموز. عاوز حاجه؟ سلام حبيبي يا محمد. سلاموز. ايه يا اسطى؟ يا اسطى الفيونكة حلوة؟ احلى ببيونة عليك. احلى من ايه؟ احلى ببيونة عليك. وعلك ايرور 404. نكتفي بهذا قدر الليلة. يا ريت يبقى الفيديو عجبكو، ولو ما عجبكوش تحطوا لايك برضو وتعملوا سبسكرايب. فيلا دي كانت نهاية الفيديو. يلا سلام. لا اقفل اوميجا، اقفل اوميجا، اقفل اوميجا. بس سلام عليكم. سلام عليكم. معاكم الزعامه.